تعاطي المخدرات عم تنتشر خاصة بين الشباب وللأسف بأساليب أيضا مختلفة. كيف ممكن الأهل يكتشفوا أنه ابنهم كمان عم يتعاطى مخدرات؟ شو الخطوات اللي لازم يقوموا فيها؟ كل التفاصيل رح تكون مع رئيسة اللجنة القانونية بجمعية جاد المحامية نادين الأشقر حلبي. أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة، وأيضا رئيس جمعية جاد جوزيف حوات. أهلا وسهلا فيكم. يعني إيفة جدا خطيرة، إيفة يمكن نسمع عنها من زمان، وللأسف الشديد بعدها هي عم تهدم المجتمع، وعم بتقوموا أنتم بشيء جدا سامع، عم تاخذوا بإيدهم وعم كمان بجمعية جاد اللي كلنا بنعرفها اللي صار لكم سنوات أيضا عم بتحاربوا هذه الإيفة. خلينا نبدأ بالحلم، شو هو الحلم؟ الحلم متحف. نعم. أخذ 35 سنة جمعوا أغراضه من 90 بلد حول العالم، 7000 قطعة. هلأ بالتعاون مع اللايونز مدام جيهان الحاج عم ندخل على جينيس بوك. لازم بال 26 حزيران ناخد الشهادة إن الله راد. نعم. صار جاي عليه 4000 تلميذ من مختلف المناطق اللبنانية، بيجوا بيقضوا النهار بين قطع فنية متخصصة للتوعية لحيالله شيء إدمان، يعني نعم. إدمان الكحول، إدمان الإنترنت، إدمان الدخان، الأرجيلة، إدمان المخدرات، يعني كل شيء أدكت بشع. نعم. الحلم صار لنا شيء سنة وشوي فاتحين المركز، 24 ساعة بيشتغل مجانا لحيالله حدا بحب يجي. في يتواصل على jaddream.org هو الويب سايت. إذا جروبات منحضر لهم شهادة حياة مدمن سابق، بيحضروا فيلم كل عمر. المميز بالمتحف تبع جاد بحلم انه كل فئة عمرية إلى مكان خاص لها، يعني ما حدا بيفوت على كل الأقسام. محل التدريب، محل الأهل، محل الأولاد القاصرين، محل المراهقين، لأنه بالتوعي اليوم شغل كتير خطرة تحكي إشياء عشوائية لكل العالم. نعم. أستاذ جوزيف حوات، حتى بنعرف أنه في نشيد للمدمنين، تخبرنا عنه كمان. النشيد المدمن غنينا إياه شادي فرح مطرب معروف، أليكسي إسطنطين الشاعر اللي ألفه، وهلأ عم بيتسجل بينعمل له فيديو كليب مع أستاذ بسام عون. نشيد بالفعل، نشيد للمدمن، رح يكون فيه إن الله راد بركي مقدر نعمل لقاء مع فريق العمل وينعرض، بيكون خلص تصويره وعم بيتصور بطريقة الفيديو كليب. هو رسالة توعية منوجهها للمدمن لا يعرف حاله وين ورايح. نعم. وهي مرتكزة على عدة أمور، نقط ضعفه، وين هلأ عم بيتصور، وبلشنا بتصويره بالستوديو بعدة أماكن بجاد. إن الله راد لح يكون في له مؤتمر صحفي بالمركز كاثوليكي للإعلام خلال شهر، لح نطلقه ولح يصير موجود بعدة وسائل إعلامية محلية وإعلامية، لأنه جاد عنده عدة تواصل. نعم. اللي عم بيصورنا الفيديو كليب أستاذ عطا إسطنطين، لازم شي 15 يوم من الله راد يصير عم نشوفه بعدة وسائل إعلامية يا رب. ماتر، يعني سؤالنا لكم، يعني لأنه أنتم على الأرض، أنتم إيشعين، أنتم بتنخلطوا مع الأهل، مع المدمن، ولكن كيف تكون ردة فعل الأهل لما يعرفوا أنه ابنهم مدمن على المخدرات؟ بداية رح أحكي أنه إحنا بجمعيتنا عم نجرب نحارب إيفة المخدرات. نعم. على كيفة الأصيدة. هلأ الأهل كيف بيتعاطوا مع ابنهم؟ بداية بتكون كتير صعبة على الأهل أكيدة، لأنه ما بيكونوا معودين على الفكرة، خاصة أنه أهل بيواجهوا المشكلة عادة بيكون ما في توجيه، وما بيكونوا في صداقة بينهم وبين أولادهم، يعني بيستغربوا لأنه بالأساس ما بيكون في حكي وفي تواصل بينهم وبين أولادهم. مش هيك نحن عم نطلب من الأهل أنه يكون في عطول مراقبة فعلية للأصدقاء يلي بيظهروا معهم ولادهم، لأنه هن عادة عم بيكونوا الرفقة السيئة هي أساس المشاكل، وهي أساس اللي عم بيوقعوا الولاد بفخ المخدرات. نعم. وهون إذا الولد توقف شو بيصير؟ هون إذا الولد توقف، هلأ هون أكيد هن بيلتجوا لجمعية جاد بهيدي الحالة، ونحن بنختصهم من حيلهم للجنة القانونية يلي هي بتاخذ الإجراءات اللازمة وبتقدر تساعدهم. أكيد هن بس بيتوقفوا بالمخفر. نعم. وبحيلوا للنيابة العامة وعند قاضي التحقيق، هيدي بروسيدور بتصير بالقضاء. أوكي. هلأ نحن كجمعية جاد كيف بنقدر نساعدهم؟ هون بدي أطرح علامة استفهام، هل المدمن هو من المستحسن إن نعامله كمجرم؟
يعني نلاحقه قضائيا ونعاقبه ونحطه بالسجن، ولا من المستحسن انه نعامله هو كمريض ونعالجه ونفتح له المستشفيات ونفتح له ابواب العلاج ونرجع نخليه يصير عضو فعال بالمجتمع. هلا بيجي قانون المخدرات 673 على 98 واعفى المدمن يلي هو بيخضع للعلاج من الملاحقه القضائيه. وهون كمان القانون أوجب إنشاء لجنة هي لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات. هذه اللجنة بتتابع المدمن وبتحيل كمان كل تقرير عنه للمحكمة. وهون يعني صار القانون بخانة وسطية بين المدمن المريض أو بين المدمن المجرم. المجرم يعني عم بحطه المدمن بخانة التاجر، التاجر أو المروج يعني هو ما خاصه، يمكن هو تعلق بهذا الشيء وأنتم بتعرفوا أكثر. للأسف يعني للأسف انه هو بيكون مظلوم اكيد، بس التجار عم بيستغلوا هالمدمنين، يعني عم بيفوتوه بعالم الترويج بدون ما يعرف. وهون خلينا ننبه على خطوره هالموضوع. نعم. انه بيقول لك انا ماني عم بدفع مصاري، عم باخذ مخدرات ببلاش. التاجر بيعطيه ببلاش أكيد. بس بيستفيد من خدماته بالنقل وبالترويج بالنقل. يعني نحن كادمان فينا نساعده بس كتاجر ومروج ما فينا نساعده. كقانون لبناني ما بيسمح لنا كجمعيه خيريه. هون لازم ننتبه ونميز هذا الموضوع، انه انت هالمدمن، نحن وقت بتكون بعالم الادمان كلنا حدك، بينما وقت تفوت بالتجاره والترويج صرت كقانون انت ما عاد فينا نحن كجمعيه نقدر نحط ايدنا بايدك ونساعدك. وهون التاجر عم بيلعب على هالموضوع، عم بفوتهم على عالم التجاره والترويج من خلال النقل، يو كميه صغيره ما عليه بيطلع لك هديه، خذ هالانفلوب وصلوا لفين، عم بيعلق التلميذ الجامعه وهونيك الكارثه، يتحول على رومي والله ما بقعد يطلع. طب في اولاد كمان بيكونوا مدمنين وما بيردوا على اهلهم، يعني انه ليروحوا يتعالجوا كثير عم نشوفهم، يعني بيجوا على الحال الاهل كيف لازم يتصرفوا، بيجوا على الجاد الاهل خايفين من اولادهم، يعني بليز اذا ممكن بس اسمع مسيو جوزيف، اذا ممكن تعمل هالفحص يصير البي يترجع ابنه. يعني هي التركيبه من اساسها غلط. اليوم ما في بي لازم يخاف من اولاده، لازم الاولاد يحترموا بيهم يحترموا اهلهم، يعني في خلل بالتربيه بمكان ما. كمان سلوك درب العلاج منه بالسهل ابدا طبعا، يعني ما فيه يجي الولد ويقول لك ايه انا بدي اخضع للعلاج. مشان هيك نحن بنحب بجمعيه جاد نستبق هالامور، مشان هيك بنعمل وقايه، مشان هيك بنحكي، لانه هي 1000 مره احسن من 100 مره علاج، يعني 1000 مره وقايه وتوجيه احسن من 100 مره علاج. أكيد. فمشان هيك هيدا هدفنا نحن بالجمعيه. بالاخص عم نفشل على صعيد العلاج، يعني نحن بكل العالم بالاخص بلبنان مع انها المراكز المتطوره. نعم. واثبتت المراكز العلاج الداخلي انه كلفه مصاري وعم بضيع من حياته سنه ونص عم بيقعد. هو جاي من مركز التاهيل رجع على البيت عم بيوقف وعم بيرجع يتعاطى. هون خلينا نستبق للمشكله، نشتغل على موضوع التوعيه مثل ما هلا مع حضرتكم يعني نحكي من خلال هالورش العمل والنشاطات. طبعا بس انا بدي اسال السؤال، يعني لانه قريته وخفت منه، عم بيذكروا بالستاتستكس بلبنان انه بكل بنايه في حدا عم يتعاطى، هل هالشيء مزبوط؟ لا لا ما بدنا نبالغ بهالاعداد الكبيره، نحن انا مش عم بيكون في عدد كثير كبير وفي اعمار كثير صغيره. صحيح. هلا ما في هلا ما في دراسه معينه، بس بالمبدا عم بيتزايد كثير عدد المدمنين بلبنان خاصه بين صفوف الشباب. هيدا نحن عم نواجهها بالمحاكم، عم نشوفها. نعم. وبالتعاطي مع القوى الامن عم نلاحظ هيدا الشيء انه صار في كثير تزايد بهالاعداد. يعني بأي عمر عم يبلشوا تقريبا؟ يعني نحن عم نشوف اولاد 14 15 سنه هيروين، ما كنت انا لي 35 سنه ولا مره شايف ابن 14 15 بتعاطى هيروين. قلنا سنتين مثل ما ذكرت زميلتي مدام نادين نزل مستوى اعمار المدمنين، هي شيء بخوف لانه بالنتيجه ابن 16 17 سنه هذا مفروض يكون تلميذ جامعه مفروض من 14. عندنا جامعات ارقام مخيفه. هي اخر دراسه انعملت مضبوط سنه 2000 انعملت مع ادراك دكتور كرم، هلا عم نشتغل. نعم. مع ضباط بقوى الامن نرجع، لانه وقت بدك تاخذي نتيجه اول شيء بدك تعملي دراسه مضبوطه على الارض. مزبوط. عم نجرب نعمل دراسه، بس الارقام اللي بتجي على جاد يعني بتبين من عدد المدمنين اللي بيجوا على جاد شيء بخوف، كل سنه عم بتدوبل ومستوى اعمار المدمنين عم بينزل. يعني بيقدر يقول غير هيك، يعني خبرتونا هلا خبريه. للاسف للاسف موضوع المخدرات ما في شيء، ولازم كل اهل ينتبهوا، ولازم ينتبهوا كثير منيح على شكل على شكل اهميه دور على ريحتهم على كل شيء تصرفاتهم مشان تميز. للاسف الشديد شكرا لكم ودايم دايم عقبال ما دايم عاد عليكم. هلا اهلا وسهلا فيكم ماتر نادين لاشر حلبي وايضا رئيس الجمعيه جوزيف حوات. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم اهلا وسهلا. تفضلوا.